بونسوار. من المتوقع يستمر تأثير المنخفض الجوي حتى يوم الأحد، التفاصيل كلها بعد شوي. هلأ منروح على الدول العربية لنشوف كيف عم بيكون طقسها وكيف عم بتكون الحرارة فيها، ومنبلش جولتنا بتونس. 13 درجة رباط، 17 الجزائر، 11 درجة من كفي على بغداد، 13 دمشق، 5 القدس، 13 عمان، 6 درجات، وبنختم مع الكويت، 22 درجة الدوحة، 25، أما الرياض عم بتسجل 26 درجة. هلأ بننتقل على لبنان. بكرة السبت طقسنا بيكون غائم جزئيا إلى غائم، عنا تساقط للأمطار والثلوج ابتداء من علوه 600 متر. بالنسبة للحرارة على الساحل عم تروح بين 6 و 12 درجة، بالجبل أقصاها درجتين، أما بالداخل توصل أقصاها للأربع درجات. تفاصيل أكثر منروح على الخريطة اللبنانية، ومن بلي جولتنا بعكار، 9 درجات، طرابلس 11، الأرز ناقص 3، من كفي على الهرمل 11، القاع 10، بعلبك 5 درجات، ريا 6 درجات، نوصل على جبال 8 درجات، ميروبا ناقص 2، جونيا وبعبدا 12 درجة، بيروت كمان عم توصل حرارة فيها ل 12 درجة، من كفي لنوصل على زحلة درجتين، شتورة 4، عنجر 3 درجات، مشغرة 12 درجة، جزين 11 درجة، رشية 7، مرج عيون وبنت جبال 11 درجة، وبنختم بالمناطق الجنوبية مع صيدا، فور، وقانا 12 درجة. مثل ما ذكرت بكرة السبت عم بيكون طقسنا من غائم جزئيا إلى غائم، عنا تساقط للأمطار والثلوج. بالنسبة للحرارة عم بتكون متدنية. بالنسبة للحرارة على الساحل عم توصل أقصاها ل 12 درجة، أدنيها 7 درجات، بتكفي نهار الأحد مع 12 درجة، وبترتفع نهار الاثنين لل 14 درجة. منحذر من خطر تكون الجليد بالطرقات الجبلية والداخلية. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، اصبحوا على ألف خير.